حملة توعوية دعوية تحسيسية ومن منابر بيوت الله يقودها أئمة اختاروا فصل الصيف الذي تكثر فيه الأفراح والأعراس ليخاطبوا ضمائر الأولياء ويحثوهم على الاقتداء والامتثال لقول الرسول أقلهن مهرا أكثرهن بركة. هي إذن دعوة مفتوحة وعظية لتهذيب المهور وعدم المغالاة فيها، وتقول أنتم يا أولياء لا تغالوا في المهور، لا تشترطوا مبالغ مرتفعة على من يتقدم لخطبة بناتكم، لا تتسببوا في ارتفاع ظاهرة العنوسة التي أضحت حقيقة في صفوف النساء وبلغة الأرقام وأصابت حتى الرجال الذين وجدوا أنفسهم محبوسين في زحمة غلاء المعيشة، وهو ما أربكهم وحال دون إقدامهم على إتمام نصف دينهم ودخول القفص الزوجي. هي مبادرة جماعية وفردية من القائمين على المساجد تتسع رقعاتها يوميا عبر ولايات الوطن، ولا علاقة لها بوزارة الشؤون الدينية أو بالدولة. مبادرة فردية أو جماعية من بعض الغيورين وبعض الخيرين من دعاة الأئمة في تسقيف أو تهذيب قضية المهور لما يتعرض إليه المجتمع من هجمات شرسة متعلقة بخطر العنوسة والانحلال وما إلى ذلك، وهذه الأهداف كلها رامية إلى إيجاد صيغ خيرة مباركة للمحافظة ولدرء كل المفاسد التي تطرأ على المجتمع. وأعتقد أن تسقيف المهر ليس بهذا المقصود أن تسقيفه، وإنما تهذيب المهور هو دعوة إلى الأخذ بالحيطة والحذر كل ما يتعلق من التسهيل الذي يبارك فيه الله عز وجل سبحانه وتعالى ويبارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام. غير أن نبض الشارع فقد حتى شعرة معاوية إزاء تفاعل المعنيين بالأمر مع هذه المبادرة رغم استحسانهم لها. صداق دركا غالي، والأئمة راهم يلعبوا دور صح، يلعبوا دور كبير باش يهديوا الناس، يعني يسهلوا الزواج على سنة الله ورسوله. ولا زواج ولا والله ما نكذب على أختي، ولا زواج ولا ستان كوميرس، ولا زواج كوميرس، ولا الراجل اللي يخطب المرأة يقول أنا تقول أنا نعطيك 100 مليون ها اللي يدير معها الدار، ولا منين تلقى روحها في برا، وعلى هو راه بروبليم ما فهمناش. راهم يعاونوا فيهم، راهم يعاونوا فيهم في الجامع. كاين برك الجوامع راهم يعاونوا فيهم. نقول لك كلمه بنتي، يسمع الدرس في الجامع ويقول له الامام هاو كيفاش هاو كيفاه وسهل، بصح كي في الدار وتولي حاجه اخرى، سي با لوي كي كوموند. رحت تروح ليه يشرط لك مع على باليش انا باري تاع 50 مليون 60 مليون. فهل حقا سيرضخ اولياء الامور لهذه الصرخات والنداءات الصادقه، او ان الفريستيج والوان قوس قزح للتباهي ستكون الرقم الاصعب في معادله تسهيل ارتباط فلذات اكبادهم؟